النهاردة هنعمل نشاط فني عوضا عن تنس الصال. ازاي عوضا عن تنس الصال؟ يكون حاجة لينة جدا على ايد الطفل، تكون عاملة شكل حلو جدا محبب للطفل. عوضا عن تنس الصال بالبالون. هنجيب بالونة بالمنظر ده كده، وهنجيب قمع، هندخل القمع في البالونة وهنملاه بالنشا، ونحط يعني كميات قليلة جدا عشان يقدر النشا يدخل جوه. وبعدين بعد ما نفرغ الهواء من البالونه واتملت معاها بالنشا، هنفرغ الهواء منها وهنبدا نلفها نربطها، وبعدين نقص الجزء الفوقاني. هتبقى عندي بالمنظر ده شكل تفاحه او كده. نجيب القلم ونرسم عينين وبق، هتبقى عندي بالمنظر ده بقلم البورد. انا دلوقتي لو الطفل حب يلعب بيها بكل سهوله جدا هتبدا تتطوع معاه اهي اهي. لو عملتها بالعرض تبدأ تتطوع معاك. فده شكل فني جدا وبسيط وبيتطوع في ايد الطفل ويقدر يلعب بيه في اي